السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ بخير. فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. أمريكان سالت اليوم الحفلة ديال الحرب العالمية الثانية بجوج قنابل نووية، ضربت بهم هيروشيما وناكازاكي، لكن الدمار والعدد الكبير ديال القتلى وسط المدنيين، زائد التشوهات اللي ظهرت على اللي بقوا حيين من بشر وحيوانات وحتى نبات، خلات استخدام السلاح النووي في الحروب المقبلة ما بقاش ممكن، ما بقاش ممكن لاعتبارات أخلاقية، حيث استخدامها يقدر يجيب نتائج عكسية، غيهيج الرأي العام ويخرج في مظاهرات يرول لهم الدنيا ويريب لهم الحفلة. داكشي علاش بدات القوى العظمى كتفكر في أسلحة أكثر خطورة ودمار من السلاح النووي. لكن حسي مسي، شنو هو هذا السلاح الخفي؟ هو موضوع هذه الحلقة، تبعوا معايا. من بكري والعسكر تيحلموا يخدموا الظواهر الطبيعية والمناخ، يهزموا به الأعداء ديالهم، يصيفطوا إعصار لجيش العدو، يدمروا محاصيل العدو، يتسببوا ليه في الموت بالجوع أو بأمطار غزيرة تدمر ليه البنية التحتية كاملة. لكن في هذاك الوقت الإنسان ما كانش عنده المعرفة والقدرة اللازمة يأثر بها على المناخ، داكشي علاش كان غير تيدعي على الأعداء باستخدام طقوس شامانية كهنوتية سحرية كتختلف من حضارة أخرى ومن دين لواحد آخر. اليوم الوقت تبدل، حيث الإنسان في القرون الأخيرة اكتسب قوة ومعرفة غير مسبوقة، ولا تيقسم الذرة، ولا تيطير الفضاء ويغطس القاع المحيطات، ولا تيعرف بزاف على المناخ، إمتى تيجي الجفاف والفيضانات، إمتى كتصب وإمتى كتلج، وكيفاش كتبدا الاعاصير. ورغم هادشي كامل، يلاه قال بسم الله، يلاه ولا تيعرف قطره في بحر هاد النظام المناخي المعقد. من علامات الساعه الكبرى كثرت الكوارث، كوارث الانسان هو اللي غادي يكون مسؤول عليها، وهو اللي غايديرها بيديه حتى يقضي على هاد الحضاره كما قضى على الحضاره اللي كانت قبل منها. التغيرات المناخية اللي تعرفها العالم دارت عليها بزاف ديال الأبحاث والدراسات، واللي لقات أن هاد الشي بزاف وما يمكنش يلصقوها غير في الاحتباس الحراري والتلوث وداك الشي. كاين تما شي حد تلعب لينا بالطقس، وهاد الشي ماشي أنا اللي تنقولو، هاد الشي قالو أحد أكبر المراكز ديال البحوث في العالم، المركز الكندي جلوبال ريسيرش، واللي صيفط به فيه الاتهامات لوكالة المخابرات الأمريكية CIA. على مدار عقود ركز البنتاغون المؤسسة العسكرية الأمريكية على باش يوظف المعرفة العلمية في تطوير أسلحة غير تقليدية، تخلي أمريكان ديما متفوقة ومحافظة على الصدارة ديالها العسكرية. داكشي علاش غادي يخرج علم خاص بهاد الوظيفة سموه بالعلوم العسكرية، ووظفوا فيه العلوم الطبيعية لغايات عسكرية. البنتاغون غادي يبدا في تمويل مشاريع بحثية يدرس فيها التحكم في المناخ باش يردوا سلاح ضد أعداء أمريكان اللي بداو تيكثروا عليها. دخول الجيش في هاد التجارب والميزانية الكبيرة اللي موفرة ليه خلاته بالزربة يحقق بعض النتائج الهامة، بحيث أنه في 1946 في بداية هذا المشروع غيكتشفوا أن الثلج وبعض مكونات معدن الفضة يقدروا يتحكموا بهم في كمية الأمطار اللي كطيح، وهكذا غادي يخدموا هذه التقنية في الاستمطار الصناعي، صلحوا بها مناطق صحراوية شاسعة كانت قاحلة في أمريكان، وردوها صالحة للعيش وعمروها بالبشر والشجر والشركات. بعد نجاح هاد التقنية ديال الاستمطار، العسكر غيطوروها تولي سلاح، وأول مرة غيخدموها كسلاح كان في الفيتنام. حرب الفيتنام كانت أمريكان فيها في الحقيقة كتحارب ضد الصين والاتحاد السوفيتي، دارت ليهم تما بزاف ديال التجارب السرية وعينيها على التيران ديال الصين. وأول عملية استمطار في تدخل عسكري كان في 1966، وكان تحت اسم عملية بوباي. ففي هذيك الحرب كانت منطقة المواجهة بين الجيش الأمريكي والفيتناميين كتعرف معارك طاحنة تياكلوا فيها الدق، تياكلوا الدق حيت أمريكان تحسبوا القتلى ديالهم، والرأي العام عندهم ما بغاش خسائر بشرية غير واحد تيموت تنوضوا عليه قيامة. أما في الفيتنام ولا الصين ولا الاتحاد السوفيتي فالبشر ما عنده قيمة، وخا يموت بالملايين تضرب الطم وهانية، زائد أن البشر عندهم كتير.
المهم منطقة المعركة كانت كتعرف مواجهة طاحنة، والإمدادات الفيتنامية كانت كتسنى غير الشتسحة باش يدوزو من واحد الممر سميتو مضيق هوشيمين، وكانت غتكون الكارثة على الجيش الأمريكي. هاد الجيش اللي غادي يصيفط نداء استغاثة للقيادة ديالو، والقيادة غتوجد ليه خطة تحت اسم عملية بوباي وطائرات سبيسيال المهمة، فيها رشاشات عامرة بالمكونات ديال الاستمطار بلاصة القرطاس والصواريخ. غترش الجو بها، غتخلي الشتا كاع ما تحبس حتى عمر هذاك المضيق بالماء والغيس، ولا العبور منه مستحيل. وهكذا تقطعت الامدادات والاتصالات. كانت عملية ناجحة رغم التكاليف الكبيرة بزاف، واللي تقدرات بعشرات الملايين من الدولارات وفي هذاك الوقت. في نفس هذيك الفترة ميريكان كانت غاضبة على كوبا، غاضبة عليها بسبب أزمة الصواريخ الكوبية واللي هدرنا عليها سابقا، وبسبب أنها كانت كتمثل بؤرة الشيوعية في أمريكا الجنوبية. الغضب الأمريكي غادي يوصل لدرجة أنها غتقطع عليها كاع أشكال الحياة، منعت عليها التصدير والاستيراد، ووقفت لها آلة الزمن في الستينات ومازال واقفة لحد اليوم. في هذاك التاريخ بعد ما ميريكان كانت نجحات في تقنية الاستمطار، غطلق اللعب للعلماء ديالها باش يكتشفوا ويحلوا الأعاصير اللي كانت كتضربها، وبسبب الكثرة ديالها غيفهموها وغيبقاو يديروا بحالها. وأول مرة غيخدموها كسلاح كان في كوبا في نهاية الستينات، غرقوها بالفيضانات تلاها بها. أما في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية، فالاتحاد السوفيتي حتى هو كان عنده البرنامج ديالو، وكان مهووس بامتلاك أسلحة الدمار الشامل. كان بدا كاع قبل من الميريكان في التجارب ديالو على المناخ، بعد ما دار المستحيل وحصل على أبحاث نيكولا تيسلا. نيكولا تيسلا تولد في صربيا في 1856 ومات في نيويورك في ميريكان في 1943. تيسلا هو بط الفيزيك وهو مؤسس الهندسة المناخية. إلى داروا طوب 3 ديال أعظم المخترعين في تاريخ البشرية، غيكون هو المتصدرها، وبينه وبين الثاني والثالث مسافة كبيرة بزاف. كان خدام عند توماس أديسون، داكشي علاش حنا تنقراو على توماس أديسون اللي هرف على تيسلا على بزاف ديال الاختراعات ومنها البولا. الغرب ما عطاهش حقه وما رضاوش حيت هو من صربيا من أوروبا الشرقية والعنصرية اللي مراد بها. وشوفوا كمثال بسيط، وحنا في 2023 ماشي في القرن 19 اللي كان فيه تيسلا، شنو دايرين في كرة التنس مع السربي ديكوفيتش، وكيفاش ما حاملينوش، وكيفاش كيتعاملوا معاه واخا فين يبانوا معاه لا نادال ولا فيديرير ولا غيرهم اللي سبقوه، ديما تيديروا ليه في العراقيل. اخرها ما بغاوش يخليوه يشارك في US Open باش ما يحطمش الرقم القياسي العالمي في الفوز بعدد البطولات الكبرى، واللي بقات ليه غير بطولة واحدة. المهم تيسلا كان اول واحد قال لهم ان هذيك المسلات الشيطانيه كانوا بطوات ديال الضو، وان الاهرامات ما كانتش قبوره ديال الفراعنه بل محطات توليد الطاقه الكهربائيه في حضاره كانت متقدمه على ديالنا ديال اليوم، حضاره كانت واصله تصيفط الضو بلا سلوكه بحال الويفي، وان الاهرامات كانت منتشره في كاع العالم في كاع القارات حيت العالم كان مسكون بحال اليوم. تيسلا دار لهم تجربة على هاد الهضره اللي قال ونجحات، دارها بواحد المجسم كيتقرى اليوم في الفيزيك سميتو مجسم تيسلا. تيسلا كان تيحلم يفرق الضفابور على كاع العالم بلا سلوكه، داكشي علاش غادي يموت في ظروف غامضه وغادي تختفي معاه الابحاث ديالو. كان صاوب حياته اعصار صناعي وقال لهم انه كاينين موجات كهرومغناطيسيه مرتبطه ببعضياتها من قاع الارض حتى الفضاء، وان اي تحريف في هذيك الموجات تقدر تدير مثلا اعصار ولا زلزال. وكان صاوب لهم جهاز دار لهم تجربه زلزال، منين نجحت التجربه بالخلعه هرسو. تيسلا في الحقيقه كان هدله. المهم الاتحاد السوفيتي بالابحاث ديال تيسلا غيبدا الابحاث ديالو على الزلازل وغيبقى يجرب في الجيران ديالو، لكن ميريكان غتصدمو وغتغفلو وغتهجم عليه في ارضه في اوكرانيا في 1986، وغتضرب لهم المفاعل النووي بزلزال محدود دمر هادوك الانابيب ديال التبريد اللي كانت تحتو حتى طرات الكارثه ديال تشيرنوبيل. وهذا الشيء كان ايام قليله من حضور لجنه نوويه المانيه اكدت في التقارير ديالها ان مفاعل تشيرنوبيل من امن المفاعلات النوويه في العالم. الاتحاد السوفيتي غيتخلع حيت سبقاتو ميريكان في هذا السلاح ديال الزلازل التكتوني،
وإلا ما بينش ليها أنه حتى هو عنده فغضرب ليه مفاعلات أخرى. داكشي علاش غيسابق الزمان باش يدير شي تجربة ناجحة كانت زلزال أرمينيا اللي ما مولفاش بالزلازل في 1988 واللي ماتوا فيه 50,000 وتشردوا الملايين. فهداك الزلزال الجيش السوفيتي غادي يمنع فرق الإنقاذ اليابانية باش تدخل أرمينيا، حيث كان عارف أن اليابانيين عندهم مع الزلازل وعندهم الوسائل اللي كتميز بين الزلزال الطبيعي والصناعي. عامين تقريبا مورا هادشي غينهار الاتحاد السوفيتي وغتنهار معاه الأبحاث ديالو، حيث التكلفة ديالها أسطورية، هي أكثر الأبحاث تكلفة في هاد الكرة الأرضية، غير جوج ولا ثلاثة ديال الدول صافي اللي تقدر عليها. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أمريكان غتجر العلماء ديالو في هاد الدومين اللي عندها بعد ما بدات كتبني أخطر مشروع في تاريخ البشرية، هو مشروع هارب المثير للجدل. في 1987 الدكتور برنارد آيسلوند غادي يحصل على براءة اختراع هارب، واللي في الحقيقة ما هو إلا تطبيق حرفي وترجمة أفكار نيكولا تيسلا في الواقع. مشروع تهدف للسيطرة على الصوارخ والطيارات وأنظمة الاتصالات، يقدر يدمرها ويشوش عليها، وفي نفس الوقت يقدر يدير الزلازل ويتحكمه في الطقس العالمي، يتحكموا فيه بزيادة تركيز الأوزون والنيتروجين، وكاع يقدروا يتحكموا في العقل البشري بترددات معينة. وزارة الدفاع الأمريكية غتحمس لهذاك المشروع وغادا تبناه وغادا تعطيه لسلاح الجو والمختبرات ديالو وغادا توفر ليه الميزانية الخيالية المطلوبة. الهدف ديالهم كان تكريس الهيمنة الأمريكية وتكبد العدو خسائر بشرية ومادية بلا ما يحركوا عسكري واحد ولا شي طيارة ولا دبابة من بلاستهم، بلا ما تحتاج التجسس ولا تعرف قدرات الأعداء ديالها اللي جا بسم الله. غيختاروا في الأول موقع في الألاسكا مخبي وغادي يبنيوا فيه حقل فيه المئات ديال الهوائيات ديال الإرسال العملاقة، كل هوائي فيه 22 متر مربوطين كاملين ببعضياتهم بشبكة واحدة مكونة هوائي واحد عملاق أكثر من داكشي ديال الخيال العلمي، قادر يولد الملايين من الترددات العالية في الثانية الوحدة، كتصفتها لطبقة الأيونوسفير تقريبا اللي بعيدة ب 145 كيلومتر فوق سطح الأرض، تصفتها لنقطة محددة في بلاد من البلدان المستهدفة، كدير ثقوب وشقوق في السماء وتفاعلات معقدة، كدير خدمة الميكرو أوند كتسخن هذيك الطبقة اللي فوق البلاد المستهدفة، إما تدمر لها البنية التحتية أو تنشر فيها الأمراض السرطانية أو تسبب لهم في انهيارات عصبية، كتلاهي الأنظمة المعادية ديال هذوك البلاد في المشاكل اللي كترتب عليها. ميريكان غدخل نازا معها في المعمعة باش تستافد من قاعدة البيانات اللي عندها ديال كل شبر في الكرة الأرضية وتخدم حتى الأقمار الصناعية ديالها، وهكذا ولا المشروع جاهز ومسالي وولا على رأس الأسلحة الفتاكة في ترسانات النظام العالمي الجديد، ولا سهل عليهم تدمير القواعد الإنتاجية والصناعية والحقول الزراعية والسدود ديال أي بلاد بغاو فيها الخدمة، يديروا هذا الشيء كامل غير ببركة بوطونة. بركة هارب غتبان في حرب الخارج الأولى واللي كان حقل التجارب، واللي الهلال الخصيب اللي كان عبر العصور مضرب الأمثال في خصوبات الأرض ما ولاتش كتصب فيه الشتا حتى بنقاع نهر دجلة والفرات، وهذا الشيء عمره كان من بداية الزمان، زائد أن القشرة الأرضية من إيران حتى العراق كانت ديما مستقرة وعمرها عرفت شي زلزال عنيف من آلاف السنين، حتى ولينا كنسمعوا إيران ضربها زلزال بحال السلام عليكم. بعد حرب الخليج الأولى أمريكان غتسلط الجفاف على كوريا الشمالية واللي كانت كتصب فيها الشتا ديما وفي وقتها، سنين ديال الجفاف المرادفة دخلت البلاد النووية في المجاعة حتى ولات كتطلب بلاصة ما تهدد، وهذاك هو نفس البلان اللي دارت في العراق وسوريا وفي أفغانستان، كتسلط عليهم الجفاف 4 سنين قبل ما تدخل ليهم باش تلقى بنادم طايب بالجوع ما بقى قد على المقاومة، عطى غير ياكل وها هو معك. في 2010 غيضرب هايتي زلزال مدمر أكيد عقلتوا عليه، مباشرة بعد هذاك الزلزال صفطت أمريكان 10,000 جندي وبارجة نووية لها، وخا هايتي كان سكانها قلال وخا هذاك الزلزال كان قوي ماتوا فيه تقريبا غير شي 300 واحد وشي حاجة حيت السكان ديالهم قلال،
لكن كاين تقارير كتقول ان هذاك الزلزال كان مخدوم، حيت ميريكان كانت بغات دير في هايتي قاعده عسكريه تقرب بها من سواحل فنزويلا واللي كانت عينيها على النفط والغاز ديالها، ومن ثم تبدا تخطط لجافيز حتى مات بطريقه غامضه وطاح النظام ديالو. ونفسها التقارير كتقول ان اسرائيل ولات هي الطوب ديال الطوب في هذا السلاح ديال الهندسه المناخيه اللي كاع الدول الكبرى ولات كتلاح ليه، وانها هي اللي تسببت بزلزال التسونامي اللي ضرب فوكوشيما في اليابان ونتج عليه تسريبات نوويه. واليابانيين اللي عندهم خبره واحدث الاجهزه في هذا الدومين ومولفين بالزلازل من شحال هادي هما اللي اتهموها انها عاقبتهم بعد ما ايدوا اعلان الدوله الفلسطينيه. وخلعوا بهذيك الضربه اي دوله كبرى سخن عليها راسها وبغات دير بحال اليابان وتايد اعلان الدوله الفلسطينيه. ضربتها من حقول الهوائيات اللي دارت امريكان في نيوزيلندا، حيت القواعد العسكريه ولات كتزرع وسطهم هوائيات حتى هما. الصراع على تطويع المناخ يولي سلاح في الدول دخل مرحله خطيره، حيت الا كانت امريكان هربت عليهم فاسرائيل وصلت عليها ويمكن كاع فاتها، وطورت سلاح ايكولوجي خاص بها سماتو الكيميتريل، وهو تيشبه لهذاك الخط الابيض اللي كتخليه الطيارات في السماء وتختفي من بعد، وتيكون قريب في طبقات ستراتوسفير اللي ما فيهاش تيارات هوائيه ودرجه الحراره كتكون تحت الصفر. وهذاك الخط الابيض اللي كتخلي الطيارات سميتو الكونيتريل، اما الكيميتريل فهي المواد الكيميائيه اللي طورت اسرائيل وكتحطهم في خزانات الطيارات ديالها بلا ما يعيق حتى شي واحد، وكتطلقهم على البلاد المستهدفه بحال ايران مثلا. اسرائيل اللي طاحت على هذا البلان راه من شحال هادي والتحد ما كان عايق بها. هاد الكيميتريل تيرفع درجه الحراره وما تيخليش السحابه تخوي الماء اللي فيها واخا كتكون عامره، وتينشر امراض الا تزادوا فيه، حيت هاد الكيميتريل في الاخر راه تيهبط للارض. في الوقت اللي امريكان واسرائيل وصلوا لستاج الوحش في هاد الشيء، القوى الكبرى الاخرى بدات كدير البرامج ديالها. ففي روسيا دارت البرنامج ديالها صورة، واوروبا دارت ايسكات 3D الخطير واللي مبني على الانترنت وحقولهم بنوها في النرويج والسويد وفنلندا. اما الصين فتا هي دارت البرنامج ديالها ومشات بعيد حتى هي في تقنيه الاستمطار والتحكم في الطقس، واللي خدماتو في الالعاب الاولمبيه باش يكون الجو مزيان بحال اللي خدماتو روسيا والمانيا في المونديالات ديالهم وكاملين تلعبوا بلا شا. الصين ولات كتخدمو كسلاح ضد الهند وفي المناطق اللي متحاربين عليها والقريبه ليهم، وما بقاتش كتصب في هذيك المناطق الشتاء ولا فيها ديما الجفاف، هي اللي كانت من اكثر الاراضي الزراعيه خصوبه. الهند مسكينه غير مكمدها وكتندد ما قادره دير والو، البشر عندها كثر وخاصها توكلو. والاول مره في التاريخ في بدايه هاد السنه الهند كتجاوز الصين في عدد السكان وخاصها توكل داكشي كامل. وباش تعوض المحاصيل ديال المناطق الجافه في جهه الصين خاصها الدوبل الانتاج في المناطق الاخرى، وما تقدر دير هاد الشيء الا بالفوسفات المغربي. داكشي علاش ولا المغرب بالنسبه للهند هو علي، قال ليها علي وقفي وقفي، قال ليها جلسي جلسي، قال ليها جيبي الصناعه العسكريه وداكشي اللي عندك غتجيب داكشي كامل. ومن هاد الشيء كامل راه ماشي صدفه يضرب الجفاف بالتزامن مع الحرب الاوكرانيه اللي كانت اوروبا ما بغاش تشارك فيها، حتى ولات كتشوف القاع ديال الانهار ديالها لاول مره في التاريخ. في الحقيقه القضيه في الطاقيه، البشر كثر فوق هاد الكره الارضيه وغادي ينقصوا منه باي طريقه عاجلا ام اجلا، واللي بقى غادي يستعبدوه بنظام عالمي جديد توجدوا ليه اللاوعي ديال عقول الناس باش تبان القضيه طبيعيه. كل مره اخبار على شي كويكب صغير قرب من الكره الارضيه، نيزك ضخم زقنا وهي غاده. وخاصكم تعرفوا الاخوان انهم راه وصلوا تقنيات يحركوا بها هذوك الكويكبات اللي في الفضاء واللي قراب من الارض بالموجات الكهرومغناطيسيه بحال الدرون، دور لهم في الخوا يطيحوا على شي قاره يمحيوها من الخريطه. اما الكائنات الفضائيه والاجسام الغريبه فحتى هي نفس البلان، خاص ديما الناس تامن بهذا الشيء حيت شنو غادي يطرى؟ غيطرى كما دار هارب في حرب الخليج في 2003 وبالنهار. الدبابات العراقيه كانت واقفه في بلاصتها المعتاده، شويه غتبان لهم دبابات ومدرعات امريكيه لا حصر لها كتحرك في الصحراء وكتشير عليهم بصوارخها،
خلات هذوك الدبابات العراقية تدافع على راسها وتمشي تبغي تصد زعما هذاك الهجوم. لكن المفاجأة أنهم كانوا كيتيريو والدبابات الأمريكية في بلاصتها كاع ما كيطرى ليها والو. الصوت ديال مدافع الدبابات هو هذاك، الصورة هي هذيك وكتحرك مازال، لكن داكشي كيبحال الأشباح. العراقيين مساكن ما فهموا والو وما بقاش ليهم الوقت باش يفهموا، حيت الطيارات الأمريكية غتخرج ليهم وغتقتل كلشي. والحقيقة أن أمريكان خدمات ليهم الهولوغرام ديال هارب اللي كانت كتجربوا تما، واللي كان داكشي تيبان مطابق للواقع 100%. البلانات الشيطانية اللي كتخطط ليها ما غاديش تخلي لينا خيار نفرقوا بين الحقيقة والوهم. غادي يبداو بالإعلان المزيف ديال قيام الساعة، غيخدموا كاع هذاك العجب اللي اخترعوا باش يفجروا قاع الأرض والمحيطات، وغادي يطلقوا أسلحة الدمار الشامل، كاع السواحل غادا تغرق، والمدن الكبيرة والصغيرة غترعد من الزلازل المخدومة، وغادي يعم الهراج والمراج. من بعد غيخدموا الأقمار الصناعية والهولوغرام باش يبان في السماء التلفازة الطبيعية اللي كلشي غيشوفها، غيبان فيها مجسمات عملاقة كتتحرك ديال الشخصيات المقدسة عند جميع الأديان والمذاهب. كل شعب في هاد الأرض غادي يخرج ليه صاحب دعوته منسجم مع المعتقدات اللي كانت يأمن بها، وغيهضر معاه بلغته، وهضرته غتمشي ليه ديريكت للدماغ غيتخشع بها، حيت غيكونوا طالقين الترددات اللي كتأثر على العقول البشرية، وغادي يزيدوا في هذيك الترددات حتى يوصل المتلقي لمرحلة النشوة بحال داكشي ديال المخدرات، وغادي ينعس باش يفيق واجد المرحلة اللي غادي تجي من بعد، واللي غادي يبانوا فيها الملايين ديال الأطباق الطائرة فيها مخلوقات فضائية راسها زرق بحال الترومبية، أشكال وأصوات مرعبة جاية تهجم على الأرض اللي أصلا هي شبه مدمرة. الأمم المتحدة غطلب من سكان الأرض يدافعوا على أرضهم، خطر خارجي هاجم علينا، بمعنى جيوش كاع العالم غتكون تحت سيطرة القيادة الموحدة اللي غتولي الحكومة ديال النظام العالمي الجديد. بعد هاد الخطوة غيطلقوا عاوتاني موجات إلكترونية بترددات عالية غتخلي الناس بحال إلا سكارة ولا تحت تأثير التنويم المغناطيسي، غير غيفيقوا منها غيلقاو أجهزة الاتصالات رجعات وخدمات، والمحطات التلفازية حتى هي بعد ما كان كل شيء توقف في المرحلة السابقة، غير غترجع وسائل الإعلام للخدمة، غادي ينتشر خبر غادي يخلي كاع البشرية تخرج للزنقة فرحانة، فرحانة بخبر الانتصار على المخلوقات الفضائية الوهمية بقيادة حكومات العالم الجديد، واللي غادا تبدا مرحلة جديدة من استعباد البشر والشجر والحجر. تيبان ليا الإخوان نكتفي عند هذا القدر، ونرجع للسؤال ديال هذه الحلقة، واش زلزال تركيا قضاء وقدر ولا بفعل فاعل الغرض في نفس يعقوب؟ دائما المغرب هو الأصل والباقي تقليد. تحياتي. Thank you.